الحفيد استقبل الأجداد أمس تعظيم سلام وكل التحية والتقدير والاحترام والشكر لكل من فكر وقرر وساهم وساعد وعمل في احتفالية الأمس المصرية العظيمة. شرفتونا ورفعتوا رأسنا أمام العالم. 90 دقيقة تاريخية أبهرت فيها مصر العالم أمس. امبارح كان يوم للتاريخ، موكب أسطوري لملوك مصر القدماء اتحرك من ميدان التحرير لمتحف الحضارة في حدث مهيب استثنائي يليق بمصر وحضارة مصر. وزي ما التاريخ بدأ من هنا، المصريين قدروا إن هم يخطفوا أنظار العالم بعرض مبهر ورائع هيفضل في الذاكرة سنين طويلة. لحصل امبارح ده إبداع مصري خالص، احتفاء من المصريين بجدودهم، موكب المومياوات الملكية كان الترند رقم واحد في العالم امبارح. مئات الألاف من التغريدات والصور والفيديوهات اللي انتشرت عن الحدث ده، وكان في احتفاء كبير قوي 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 من رواد السوشيال ميديا. أهم تعليق على صورة الرئيس السيسي أمس: الحفيد يستقبل الأجداد. عندي اقتراح بمناسبة احتفالية الأمس، بتمنى أنه يتم الاستعانة بيها وتتزاع على طائرات مصر للطيران. مصر للطيران كده من يركب الطيارة، أو أي حد مصري كده، أو أي سائح رايح جاي كده، يبقى اللي شفناه امبارح ده هو اللي موجود على مصر للطيران، على شاشات مصر للطيران جوه الطيارة. وكمان بتمنى إنها تتذاع في كل المواصلات اللي فيها شاشات. وأتمنى كمان إنه ولمدة وليكن من هنا لغاية رمضان مثلا، كل سنة وحضراتكم طيبين، إن تتذاع احتفالية أمس على كل شاشات الأوتدور في شوارع مصر كلها. بعد عظمة المصريين امبارح وبعد الإبهار والإبداع في كل الفروع امبارح الحقيقة، شرفونا أمام العالم أوركسترا، تأليف، موسيقى، غناء، أزياء، إضاءة، إخراج، كل اللي شفناه امبارح وكل اللي شاهدناه امبارح وشاهده العالم. بقترح على الرئيس السيسي وعلى الدولة المصرية العظيمة، من فضل حضرتكم، برجاء عودة عيد الفن المصري، يا إما بنفس الاسم عيد الفن زي ما كان، أو يكون عيد الإبداع المصري مثلا. لكن أنا شايفة وبقترح وبتمنى الاستجابة إنه لازم يكون في احتفال وعودة مرة تانية بالاحتفال بالإبداع المصري، عيد الإبداع المصري أو عيد الفن المصري يعود مرة تانية. حان الوقت نحن نفتخر بالقوى الناعمة المصرية ونفتخر بالإبداع المصري اللي شوية أتحدى ويعني أنا على يقين بده، إنه في أي دولة حوالينا تقدر تعمل اللي حصل امبارح. الصحف العالمية امبارح والنهاردة والمواقع وكله بيكتب عن احتفالية أمس. CNN: مصر تخطف الأنظار بعرض مبهر لموكب المومياوات الملكية. روسيا اليوم: موكب فرعوني مهيب لمومياوات الملوك والملكات في وسط القاهرة. فرنسا 24: المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل موكب المومياوات الملكية. والشرق الأوسط: مصر تحدث العالم عن حضارتها ومومياواتها والحضارة، متحف الحضارة، رئيس السيسي يستقبل الموكب، العالم كله، مجلات الفرنسية والمواقع الفرنسية: موكب المومياوات الملكية، مشهد فرعوني مبهر. الفراعنة أحياء، صحف أسبانية: موكب المومياوات الملكية يبهر العالم ويكسو شوارع القاهرة بالبهجة. الصحف الروسية والوكالات الروسية: مصر نظمت موكب ملكي مذهل في شوارع القاهرة.
إذاعات فرنسا وكل العالم امبارح كان بيتكلم على هذا العرض التاريخي المذهل